جميعا، الليله ليرت راس السنه في لندن وطلعت من البيت علشان اشوف بعض الالعاب الناريه، وطبعا مره برد وصقيه. شوفوا خشمي صار احمر وصار لي يمكن ثانيتين طلعت من البيت. الشيء اللي لازم تعرفونه عن ليله راس السنه في لندن ان الالعاب الناريه الموجوده في نص لندن، خاصه اللي تطلع من لندن اي المره مشهوره، هذه صارت بفلوس، يعني الدخول لازم له تذكره ولازم تشترونها. اول مطعم بجرب اروح له هو جيمي اوليفر، وزي ما توقعت اول مطعم ما لقينا فيه اي طاولات محجوز، فضروري انكم تحجزون. الحين خلي اجرب المطعم الثاني واشوف اذا عندهم امكانيه ولا لا. الحين بجرب ستيكس اند سوشي، خلينا نشوف اذا عندهم طاولات او لا. كان مكتوب اونلاين ان جرينج بارك موقع زين علشان واحد يشوف منه الالعاب الناريه. المهم طلع المنتزه مسكر وكل الناس قاعده تروح وتجي تروح وتجي علشان يكتشفون كيف يدخلون. شوفوا شفنا ناس قاعدين يمشون يتجهون الى مرتفع، ورحنا لحقناهم علشان نشوف، لان قالوا في تله قريبه من الحديقه نقدر نشوف منها الالعاب الناريه. حصلت المكان اللي الناس يبحثون عنه، التلة المرتفعة فوق، علشان اشوف الالعاب النارية. احسن شيء ان هذا الشيء مجاني على الاقل. خلصنا ليلة راس السنة والحمد لله كان احتفال جميل. حسيت الألعاب النارية اللي شفتها في شهر نوفمبر حق الجاي فوركس كانت جدا أحلى، وحين حط لكم الفيديو. الشيء اللي ابغى انصحكم فيه حق ليلة راس السنة في لندن، اول شيء لازم تحجزون اي شيء تبغون تروحون له، ثاني شيء لا تروحون الاماكن اللي في سنترال لندن لانها تكون جدا زحمة، وثالث شيء دوروا لكم مكان زين حق الالعاب النارية ما يكون في نص لندن او يكون شوي على مرتفع علشان تقدرون تشوفون الاشياء. المهم اتمنى لكم سنة جديدة، واتمنى ان عجبكم الفيديو. لا تنسون تسوون لي لايك وسبسكرايب عشان توصلكم اخر الفيديوهات، وحين انا بروح ارتاح واشرب شاي. اصلا حار ما اقدر اشربه. المهم اشوفكم بعدين.